السلام عليكم، مرحبا بكم كاملين في قناة عالم شريفة أناقة. عصير الليمون والبرتقال عصير رائع جدا منعش. إذا كنحتاج واحد جوج برتقالات، واحد ليمونة واحدة. غادي نديروهم واحد ساعتين في الفريزر، ومن بعد جبدهم نقطعهم على هذا الشكل. هذا غادي نزولوا الجوانب والعظام، نديرو فقط هاد القشور وهذاك اللب ديالها. بطبيعة الحال كنكونو نصناهم درناهم في الفريزر ساعتين قبل هاد العملية. إذن غادي نقطعوهم ونزولو كامل البذور ونشوفو المرحلة القادمة، وهي غادي نديرهم في الخلاط الكهربائي مع مكونات. للإشارة أنا هنايا السكر سنيدة، أنا درت غير شوية، تقدروا تكثروا الكمية، أنا ما كنبغيش حلو بزاف، ولكن تقدروا ديروا حتى الكاس صغير عامر ديال السكر البودر، بودر تاع السكر. اذا غادي نستمر في التقطيع ديال جوج برتقالات وليمونه واحده في هذا العصير المنعش الرائع جدا. نديرهم في واحد الاناء، نديروا واحد السكر، انا قلت لكم درت غير شويه، ديروا كاس صغير، معلقه كبيره ديال الماء الزهر، اذا واحد راس معلقه صغيره ديال القرفه، وليتر ديال الماء. اذا غادي ندير هذاك الشيء كامل في الخلاط الكهربائي، المكونات كاملين، وغادي نضيف لها الماء على جهد ما يتعمر داك الخلاط، وايضا نضيف هذاك السكر والماء الزهر والقرفه. ملي قلت لكم السكر انا كندير غير شويه، جا شويه مسوس، نتوما السكر ديروا على حساب الرغبه ديالكم، انا كيعجبني ناتوريل طبيعي. اذا غادي نخلط هذا الشيء كامل، نطحنو حتى كيولي بحال الحرير، خصو يولي ماشي بحال الحرير ولكن خصو يولي مطحون، حتى نصفيوه في المصفات، طحنوه مزيان مزيان، وغادي نصفيه في واحد المصفات بحال هادي. تشوفوا القوام ديالو كيفاش كيجي، كيندمج كامل داكشي مع بعضاته. غادي نحاول نزيد نضيف الماء باش نهبط داك المكونات، اذا نبقى نستمر في هذه العمليه، نضيف الماء ونهبط داك المكونات في واحد هكذا اناء كبير زجاجي عفوا. اذا غادي نستمر في هذه العمليه هادي، غادي يبقى لنا الفوق غير داك القشور، الحاجه اللي ما طحناتش، القشور ديال الحامض ديال البرتقاله، غادي يهبط ان جي كونسونطري اللي كيجي رائع جدا، وكيجي منعش ومغذي وايضا صحي. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد العصير هذا، وتشربوه بالصحه والراحه. وكاينه واحد النصيحه في الاخير، حتى اللون ديالو كيجي رائع، شوفوا اللون ديالو كيجي بحال اللي تقول فيه ملون، وهو طبيعي جدا، ما فيش مواد حافظه. واحد النصيحه، وان شاء الله من نجيبوا الفاكهه من عند البقال، غادي نجيبوا هذيك الفاكهه ونغسلوها مزيان بالماء، وغادي نشفوها بواحد المنديل باش يمشيو كاع ديك البكتيريا والاتربه والميكروبات. إذا شكرا إلى اللقاء بحول الله.